قبل ما يجي، بس انا عايز اعمل انترو. الفيديو بتاع النهارده هيبقى حلو قوي وبيتكلم عن حاجات هتنفعكم قوي، الناس بتحب تصور وكده. خلاص واضح ان انا مش هلحق اكمل مفاجأة. ازيكم يا ايه؟ يا اصيع واجمد ناس في العالم. ناس في العالم. معاك نضارة؟ يا سلام. مش هنهزر. دي جامدة طاح. دي بتترفع بقى كده؟ لا خطيرة. تعال لا 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 احنا نقعد نهزر النهارده بلاش نصور. ما تيجيش انت اطول مني ليه؟ انت الكرسي بتاعك اطول. بس هو بص يا جماعة، هو في الحقيقة طبعا هو اكبر واضخم وكل حاجة عني، يعني انا صغير قوي، انا مش عارف وانا طالع ممكن عشان قريب. انت قريب صح؟ ايوه. الناس بتتخدع فيا في الحقيقة على فكرة، مش فيا كده. بس بصراحة انا اتخضيت جدا كده. لا 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 عادي. احنا عايزين نصور الفيديو دوت من امتى؟ من اول 2019 تقريبا. اكتر من سنة مثلا بنحضر الفيديو دوت. يحصل حاجة كل مرة. تعرف ليه؟ عشان دايما لما بتبقى عارف ان الشخص قريب منك فبتقول قشطة ده جنبي. بالظبط خطوتين. فنفضل قاعدين نأجل 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 وفي الآخر ما بنصورش. بس اهو بس جينا. الحمد لله عملناها اخيرا. بص يا جماعه، عملت الفيديو ليه او ليه مع الراجل ده؟ انا فكرت في حاجه. دايما بيبقى في ناس عندها مشكله ان هي عايزه تعمل كونتنت بس مش فيديو، كونتنت اللي هو صور. الانستجرام ده طبعا من اقوى الحاجات اللي هي لو الناس عايزه تبقى مودلز والكلام ده كله كده. ممكن يبقى ده اسم الفيديو على فكره، اللي هو لو عايز تبقى مودل. عايز تبقى مودل تصور ازاي؟ لو انت جايب مودل قوي يعني. ما... انت بصراحه بالنسبه لي انا مودل. لا 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 ما تحورش. بص احنا عامه النهارده ايه، اولا هنتكلم عن ثلاث موبايلات مثلا امكانياتهم حلوه قوي وعلى قد امكانياتك، اللي هو مش محتاج ان انت تجيب، لان انستجرام او السوشيال ميديا عامه ما بتحتاجش كاميرا اللي هو بقى رعب وبروفيشنال وكده. ممكن بالتليفون بتاعك تعمل كل حاجه، وهي دي اللي انت بتبقى محتاج تبقى معاك طول الوقت. ممكن تبقى خبرتي مش قد كده في الحته دي، فجبت شخص عامه بس اللي ما تعرفش انا بعمل ايه. ما عرفتنيش شعراوي. انت المفروض هو انا طبعا انا اتكلمت على اساس انت يعني معروف اوريدي، فده غلط مني. لا لا انا دايما بعمل الحركه دي بنسى. طيب عامه انا عندي قناه بعمل مراجعه للموبايلات، فنوعا ما عندي خبره في الموبايلات. قول قول انت مين. قول انا طارق. قناه محمود. لا محمود طارق. محمود طارق بعمل مراجعات الموبايلات عامه، فبجرب الكاميرات الموبايلات، فاقدر اساعدك اقول لك ايه الموبايل ده مثلا تركيزه الاساسي في الكاميرا. اوكي. ايه التيبس والتريكس والحاجات الصغيره اللي ممكن تستخدمها جوه في التليفون نفسه. اوكي. الكاميرا هي الاوبشنز اللي انت هتقولها دي كلها موجوده في الثلاث موبايلات اللي انت هتقولهم النهارده؟ مش كلهم، وباختلاف الجوده. انت عارف انا قابلتك ليه النهارده؟ ليه اخترت ان انا اتصور معاك انت؟ عشان انا يعني بحبك وبرتاح نفسيا معاك. انا بحبك شخصيا. والله يا جماعه انا بحب صوره على الانستجرام بقى فشخ. يعني شوف الصوره اللي هي اللي انت حاططها بره على الانستجرام دي، البروفايل بيكتشر عامه اللي بخواتم، بحسها ان هو ده واحد اجنبي. ده واحد صاحبي هو هو اللي مصورني الصوره دي، اسمه عمر حربي. هحط هحط لك احسن مش عمر بس صور احسن. يلا بينا. الاول الموبايل هنا بقى، انك مش لازم تاخد كواليتي عاليه قوي باستخدام الكاميرات، انت ممكن تستخدم الموبايل عادي. في 2019 بدايه 2019 كده ابتدى يكون في هوس او اتجاه كده غريب من الشركات ان هم يزودوا عدد اللينسات اللي بتبقى في الكاميرا. أوكي. تلاقي 1 2 3 4، يعني هنا بس 2 بس، في موبايلات بتوصل ل4 و5. اوكي. وفي 7 كمان بجد. هو بقى 5 ورا و2 قدام، ففي ارقام. أوكي. غريبه. ايه لازمه العدسات دي كلها؟ يعني هل انت محتاج العدسات دي كلها؟ كل واحده ليها طبعا وظيفه. في حاجات ليها لازمه وحاجات مالهاش اي 30 لازمه. اوكي. فنبدا بايه؟ باللي مالوش قلبه. بالظبط. ماشي ماشي نبدا بجد والله، علشان لما تلاقي حاجه او فيتشر مركزين عليها في الاعلان ما تقولش ايه ده انا لا انا ما عنديش انا عايز اجيب ده. انا الفيتشر دي مهمه جدا. هي مثلا ايه موضوع ال 100 اكس زوم، ال 50 اكس، اللي هو انت تبقى واقف كده وتجيب اخر الشارع خالص واخر عربيه في الشارع خالص. دي فيتشر لو جيت جربتها في الحقيقه هتلاقي انها اول حاجه الكواليتي ضعيفه جدا، بتبقى مهزوزه جدا. طبعا انت عملت زوم فهتلاقي في اي هزه بسيطه هتلاقي ان الصوره. والناس لو انت عايز تبقى اللي هو بقى سواء بقى موديل ولا مش عارف ايه الكلام ده كله، انت مش عايز اصلا زوم ايه يعني خالص. بالظبط. يعني غير لو انت عايز تجيب حد بقى بتشوفه جوه بيته بقى هنجيبك. بالظبط يعني. وكمان مش تبقى شغاله كويس قوي في الفيديو. صح. انت لو انت بتفكر يعني تجيبها للفيديو، فدوت مثلا لينس من اللينسات اللي بيبقى واخد مساحه مش تحتاجه قوي. في لينس كمان بيبقى اسمها ماكرو لينس، اللي هو اللينس الصغير، اللي هو انت بقى بتصور بيه اداء التفاصيل والفاهم انت الاسواكه الصغيره دي. اوكي. برضه لو فكرت فيها يعني لو هصور اشخاص انت مش هتحتاج تخش بؤبؤ عينه، فاهم؟ فعادي دوت برضه ممكن تستغنى عنه. كانها حاجه هبله. بالظبط. اللي هو مش حلوه خالص يعني. الحلو بقى جدا ايه؟ الوايد انجل.
الوايد انجل ده اروش اختراع اتحط في الكاميرات في اخر سنتين. اوكي اللي هي ان هي بتجيب تجيبنا لحد تحت بقى، فاهم انت؟ كانك انت نفسك رجعت، بس انت في الحقيقه انت ما رجعتش، انت واقف بالموبايل عادي. ده مثلا دي اللينس العاديه بتاعت اي حد، دي الوايد. أوه. شفت جابتنا كلنا ازاي؟ ايوه فاهم. وايديا ما اتحركتش من مكانها، ما رجعتش مثلا بمكان. فالوايد حلوه جدا. اللي وريته لنا دلوقتي اللي هي الكاميرا اللي هي اللي قدام الكبيره، مش الكاميرا بتاعت السيلفي. السيلفي فيه بقى موبايلات دلوقتي. أوكي. ده فيه كاميرتين اماميتين، الكاميرا عريضه جدا جدا جدا، اللي هو تبعات كده جايب برده من غير بقى ما تعوج الموبايل. اوكي. لو انت مش عارف تجيب الموبايل دوت ومعاك كاميرا وايد زي مثلا الموبايل ده وعايز تستخدمها في السيلفي، فانا هنا بقى ايه اول تب في استخدام الكاميرا الوايد، انك تقلب ايدك وتصور بيها سيلفي عادي. دي اول استخدام للكاميرا الوايد. انا عامه الكاميرا اللي هي الخلفيه مش بتاعت السيلفي. السيلفي عشان انت بتبقى عايز تشوف نفسك وتظبط نفسك ومش عارف ايه. بس انا ممكن اعمل مثلا تايمر واسيب نفسي واقف واخد راحتي واجرب مره واثنين وثلاثه عشان اجيب احسن صوره. ثبت الكاميرا على حاجه مثلا، بالظبط على ترايبود مثلا او على الارض عادي جدا، احط ساعات محفظه مثلا كده اهو واسنده عليه بالظبط، حتى لو مش شايف نفسك عادي، بس تضمن ان الكاميرا الاماميه اصلا بتبقى اجمد بكتير من السيلفي. الكاميرا الخلفيه قصدك؟ اللي هي الخلفيه. الكاميرا الخلفيه بتبقى اجمد من السيلفي طبعا. في حاجه في الاوبشنز بتاعه الايفون اللي هي البورتري، اللي هي ان هي بتعزل. مش موجوده في الباقيين دول؟ لا موجوده في كل الموبايلات، بس طبعا زي ما قلنا باختلاف الجوده. اوكي. في اختلاف الجوده، الصوره، جوده العزل، جوده العزل وجوده الصوره نفسها، صبح او بالليل، التفاصيل في كذا حاجه. اللي هي العزل ده اللي هو انت بتبقى الخلفيه مثلا بتبقى منغبشه شويه وانت اللي باين اكتر، فطبعا بتعمل جو سينمائي شويه. بس في ناس بتستخدمها غلط. ايوه. اول حاجه مثلا بشوف ناس كتير بتصورها غلط، هو انه يصور البورتريه عامه فكرته انك بتعزل الشخص عن الخلفيه اللي وراه. أوكي. ففي ناس تروح لازقه الشخص في الخلفيه يقف ورا حيطه، فانت هتعزله ازاي؟ او الموبايل مش هيقدر يفهم. فاهم فمش هيشوفك كلكم جسم واحد. بالظبط. الحل بتاعها ايه يعني؟ الحل بتاع انك تبعد الشخص وتخلي يكون في لايرز او في مثلا طبقات ورا كذا. فهم. حاجه شجره وبعيد عنها مثلا عربيه، بعيد عنها اشخاص ثانيه، فاهم؟ فهيكون في زي طبقات تديها منظر حلو. فاهمك، ممتاز. والحاجه الزياده بقى اللي بشوف ناس كتير بتغلط فيها هي انه بيصور الشخص كله. مبدا البورتريه عامه مش بيكون علشان تصور الشخص كله من راسه لحد رجله، لا. أوكي. انت حتى عامه عندك في الايفون لو فتحت واخترت وضع البورتريه هتلاقي اصلك الصوره، صح؟ لان اصلا الطبيعي انت بتصور لحد ان هو بورتريه، فانا مش لازم اجيبك كلك من فوق لتحتك. هو انا عايز اجيب يعملها، بس هو البورتري دايما بيبقى كانك صورتك اللي بتتعلق في البيت. بالظبط. انا بقول لك حتى حد مش بيطلع من حد رجلي، اخرك قوي لحد نص الجسم هنا كده، صح؟ بس حاجه كمان بقى تبقى مشكله عندك انت، هي الدقن والنضاره. برضه الموبايلات ما وصلتش الليفل انها تعرف تعزل زي الكاميرات البروفيشنال. اوكي. فهتلاقي وزنك مقطوعه. في حاجه يعني اللي عايز اشرحها يعني في حته اللي هي العزل دي، ان انت الخلفيه هو عشان هي زي ما يعني طارق بيقول ان هي لسه ما اتطورتش قوي ان الكاميرا بتاعه التليفون تعمل نفس اللي بتعمله العدسات والكلام ده كله الكبيره. هو بيحاول يقص بشكل اللي هو يعني مش على قد ما يقدر. فاهم؟ فممكن لو انا فيه عشان مثلا شعرايه طايره بتاع مش عارف ايه، فممكن يروح شايل حته من دقني عشان هو بيحاول يحددني يرسمني كده حواليا، مش بشكل دقيق زي طبعا. اللي هي العدسات كده والنضاره وشعرك بقى كيرلي يا شيخ، ربنا معاك. بالظبط. النضاره والدقن فمش هينفع. خلاص يا عم. حاجه ثانيه، ما ينفعش تصور معاك كذا شخص، يعني برضو ما تقفش انت واربعه من صحابك. مش هعملها، انا عايز اتصور معاك يا معلم. يا باشا تعال نعمل بورتريه كده في بورتريه في الكاميرا الاماميه، عارف كده بقى؟ طب يعني عامه انا طبعا هو الفيديو انا عامله لان الحاجات اللي هو الناس اللي بتحب تتصور او عايز يبقى موديل ومحتاج كاميرا اللي هي يقدر يعمل بيها شويه موديلنج خفيف. ماشي. فطبعا مع حاجه زي دي لو انت كمان في وسط الفيديو رحت واقف وقفه عامل حركه بتاع مش عارف ايه ورست مصور بقى فيديو. فيديو اللي هو حاجه بسيطه اللي هو مثلا 5-10 ثواني بكتير مثلا. فاكيد هتبقى ظريف، تنزل ستوري بتاع بدل ما كل حاجه تبقى صوره وبوز ومش عارف ايه. لو انت يعني هتتكلم عن الموبايلات دي، ايه انظمها في الحاجه دي؟ لو هتتكلم او هتبقى مقتصر على حته ستوري والكلام الصور ده طبعا ممتاز. بس لو انت جايبه على شات ناس كتير بقى بتسال هل ينفع ابدا بيه مثلا يوتيوب، اكيد جالك سؤال دوت. ايه الكاميرا مثلا اجيبها او ايه الموبايل؟ انا معايا موبايل ينفع ابدا قناه على اليوتيوب؟ خلينا ده استثمار. لو هنتكلم في رينج الاسعار مثلا من اول 3 لحد 5-6 هيكون نوعا ما ضعيفه شويه، سيئه. فانت لازم تستثمر شويه وتدفع شويه. تمام. انصحك طبعا، قلتها في فيديو قبل كده، عملت فيديو كامل على الموضوع دوت، ان احسن كواليتي فيديو في اي سمارت فون هو الايفون. الكاميرا بتاعته تحفه من 3 سنين. فيديو فعلا لحد دلوقتي مش منافس، صح؟ مش 6 اس عامه يعني الايفون. ايوه. لا وفي ناس كانت عامله اصلا بتعمل حاجات باللي هو ايفون 6
و5 كان حلو اصلا ده لما 5 نزل كانوا عاملين عليه قلبان. بس هي الفكره في الكاميرا الخلفيه للاخر بالظبط والشمس هنا بنصور من غير اي اضاءه هنا بالظبط. ولو صورنا بالموبايل هتطلع ممتازه. لا هي طبعا بالموبايل هتبقى تحفه. دلوقتي احنا طبعا يعني اتكلمنا على اللي هي تيبس صغيره اللي هو حاجات تفاصيل صغيره كده ممكن تفرق في طريقه التصوير نفسها بتاعتك. حاجات يعني مش قصدي يعني على الكلام نفسه الناس مثلا حاجات عبيطه جدا بس يعني فعلا انها تفرق انك تمسح اللينس على قد ما هي حاجه عبيطه. صح انا كنت والله كاتبها عايز اقولها. هو اللي قال فعلا يعني انت اللي هو انت اول ما بتعمل حاجه تروح عامل ازاي اهو كده بصبعك. عامه البنات بيعملوا الحركه دي جدا يعمل بصبعه كده ويلاقي ان الصوره فيها نور النور عامل كانه زي الالماز في البتاع. ما تمسح البتاع كده عادي بالظبط وتصوري او ونفس الكلام ورا. حاجه تانية اخيره مش اخيره لا لسه في حاجه تانية. انا مش هسيبك النهارده انا مش هسيبك في التليفون نفسه حتى ايفون في اللي هي التعديلات انت ممكن تعملها على الصوره تزود النور تقلل النور مش عارف ايه بس هي بتبقى برضو مش بيزكس بيزك بالظبط. اي سوفت ويرز مثلا ابلكيشنز على التليفون بتطبيقات بتستعملها ممكن تخلي الموضوع تعمل بيها اديت لذيذ. هي مش اديت لذيذ هي ممكن تشقلب لك الصوره تحول إيه مثلاً؟ الصوره حرفيا. انا عامه بستخدم لايت روم وسناب سيد يعني لايت روم وسناب سيد انا بستعمل سناب سيد كده في شويه هيلينج وحاجات اللي هو مثلا عايز تخلي مثلا حبوب عايز تعالج حاجه ممكن تكون حاجه في الارض تشيلها خالص. لايت روم بقى فاهم بتعلي الكلاريتي بتاعته لما تعلي الكلاريتي ده والاثنين ببلاش. هي دي احلى حاجه في الدنيا. طبعا لايت روم ممكن تدفع حاجات تجيب حاجات فيه اكتر وكده بس انت مش هتحتاجها في البدايه. وافضل جرب الايديت ده بقى عمره ما هيجي من يوم وليله. افضل وتعرف ذوقك. ايوه هتلاقي ذوقك. حاجات انا ممكن مثلا في ناس بتحب الصوره تبقى فيها شاربنس عاليه قوي ناس تحب الصوره يكون فيها جرين كده ونغوشه بينام نغوشه كده. صح. طب دلوقتي ممكن تقول لنا في ابلكيشنز انا في ابلكيشنز بتخلي الكاميرا نفسها ده بقى يعني مثلا الموبايلات اللي انا هقول لك عليها اول موبايل مثلا نتكلم عليه اسمه شاومي نوت 8. ده اول ما تجيبه هو موبايل ب 3000 جنيه ده ارخص موبايل انصح بيه للتصوير. هتجيبه هتفتح الكاميرا تصور هتيجي تسبلي هتشتمني اكيد تقول لي ايه الكاميرا دي وحشه. هو فعلا الكاميرا الستوك الابلكيشن اللي هو اللي بينزل معاه العادي دوت بيطلع صور سيئه اوكي بس بتنزل حاجه اسمها جوجل كاميرا. جوجل كاميرا بدون شرح ودخول في تفاصيل هو سحر حرفيا. هو بيشقلب الكاميرا يعني شوف الصوره المصوره بالستوك كاميرا او الابلكيشن الكاميرا العادي واللي مصوره بجوجل كاميرا وتفرج على الفرق. فرق شاسع. بس ده اللي هو بيبقى للناس الحاجات اندرويد اكتر من الايفون. طبعا جوجل هو جوجل فالايفون بس ومش الاندرويد بس اوكي مش كل اندرويد بس. عامه النوت 8 مثلا ليه جوجل كاميرا ده اول موبايل انا انصح بيه في فئه 3000 شاومي نوت 8. اوكي هو انا كنت اقول لك كده كنت سخنت عايز اعرف تاني تليفون مع ان انا ممكن مش هجيبه. انا معايا تليفون حاليا طب والتاني ايه؟ ريلمي 5 برو. ريلمي 5 برو. ريلمي عامه الناس بتختلط ما بينها تقول ده موبايل صيني ده براند صيني. لا هي نفس شركه شقيقه من اوبو فالاثنين يعتبر واحد. ريلمي اوبو حتى تلاقي نفس الستايل بتاع التصوير ونفس الابلكيشن بتاع الكاميرا. ريلمي هي اوبو ده من فئه عندك بكام من 3.5 لحد 4. واللي انصح بيه بقى يعني هو لا غالي ولا رخيص بس كاميرته ممتازه بشهاده الكل ويعني فعلا كل اللي جربه قال لي ان هو موبايل ممتاز في التصوير برضه ريلمي. حاسس ريلمي دافع عنه. ريلمي اكس تي. ريلمي اكس تي اوكي ده كاميرته ممتازه فيديو سيلفي كاميرا خلفيه في موضوع الوايد انجل والماكرو وفي موضوع زي ما قلنا الفيديو في الوايد. ده بحوالي 5. ده كده انت عليت في السعر. يعني شفت بقى أنا عشان مش عايز برضو ايه الناس عشان ما حدش يقول لنا ان ده سعر عالي قوي. أيوة طبعا 5 انت هتاخد موبايل في ناس مثلا مش قصدي طبعا حاجه. في ناس اللي هم الشركه في الزمالك فدايما بتلاقي ناس بتنزل في الشارع كلهم بيبقى واحد معاه كاميرا وعدسه وبتاع وبيصوروا بعض وكده. فانا اقول لهم هم شكلهم صغير قوي هم جابوا الكاميرا منين؟ هتلاقي الكاميرا مثلا في رينج 8 9 10 على الاقل. فاللي هو انت ممكن فعلا تجيب ب 5000 جنيه تحوش وتجيب تليفون ب 3 او 4 او 5 على طول معاك كاميرتك انت اللي تعمل بيها الصور بتاعتك وفي جيبك وتتكلم فيه. موبايل هو موبايل اصلا بالزبط. يعني وبيعمل كذا حاجه تانية. اما الكاميرا طبعا هي هيديك اوبشنز اكتر الكاميرا بس فكره الموبايل ان هو يكون ملبي لك كل احتياجاتك من فرجه من مكالمات بالظبط عايش عليه كل حاجه انت بتطلع منه فلوس يعني وتتفرج على الفيديو عشان تعمل الحاجات دي على الموبايل الجديد. تعمل لايك للفيديو دوت وشير وسبسكرايب يا جماعه بس يعني سهله يعني مش موضوع صعب يعني.
بص عامه انت ممكن تلاقي ان الفيديو نفسه كان فيه كلام كتير من كل الحاجات كده غير البديهيات طبعا عارفينها يعني الكلام ده بس في ناس كتير بتغفل عنه. هو طبعا يعني الناس اللي عندي بتتفرج هم ناس ادفانسد قوي وعالين قوي يعني ماشيين جدا فانا مش عارف انا لا انت جاي عشان احنا في وظيفتنا ان احنا بنفكر بعض بكل حاجه صح. ممكن اللي هو تقول ايه ده تصدق انا كتير ما عملتش ده بس يعني فانا عامه سعيد ان انت جيت والله بجد فرحان جدا والله جميل ده ومش اخر فيديو انا لا لا, لا 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 انسى انا سعيد جدا بالفيديو دوت مفيش سكريبت كده واخدين راحتنا وقاعدين ايوه بالظبط تعال نقفل الفيديو نقفل ازاي طب انت مش عايز تقفل الفيديو وانا بقول كده وبقول سلام ما بقفلش فيديوهات انا ما بتقفلش لا يعني بقول سلام وروح كاني بخبس وش الناس ما اعرفش ليه ايوه عشان الحسد يا جماعه ما كده طب انا بقول لك انا بقفل ازاي يعني اولا طبعا بشكرهم ان هم فضلوا قاعدين مكملين معانا كل الوقت ده ربنا وقاعدين مرغين قوي والله خلاص يعني انا احنا بنحب الرغي انجلر يعني شكرا انتوا اتفرجتوا يا جماعه اتمنى الفيديو يكون مش طويل بالنسبة لكم قوي ونشوفكم في الفيديو الجاي سلام تعمل كده اقفل انت بيدك لعيب بس كده سلام.